ندير الشاورما تاعنا داخل البيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة هشام الطبخ. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة من مطبخ سوري اللي هي الشاورما. راح نديروا أولا الخبز تاع الشاورما. نسحقوا المكونات، عندي مغرفة سكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة أيضا، عندي مغرفة صغيرة ملح، زوج كيسان فارينة ديال الملح مع الفارينة، زوج كيسان فارينة، عندي كاس غير ربع تاع الماء، هاي لك هاو شحال، وزوج مغارف تاع الزيت. نبداو على بركة الله. اذا نبدا نطلع العجينه، ندير كاس تاع الماء دافي، نزيد السكر والخميره، نزيد جمغار كبار زيت، نخلط مليح، ندير زوج كيسان تاع الفارينه، نبدا نطلع لاباط تاعي. عندنا هاي العجينه اللي نتحس عليها، جوج كيسان فارينة، كاس غير ربع تاع الماء. لو كان نحطها هكذا في البوطاجه تاعي، نجينا عجينه شويه حوالي 5 دقائق برك. بسم الله، اذا هاي اللي خاوتي لاباط كيفاش تخرج هكذا. مع لو كي ندير جوج كيسان تاع الفارينة مع كاس غير ربع تاع الماء تجي كل موجه شويه يابسه. كي نخدموها شويه هكذا نعجنها شويه تطلق روحها ويدخل مليح الماء فيها تعاود تولي طريه هكذا، شو ماشي طيه بزاف، ما هي ماشي يابسه. دونك نخلوها تروبوزي حوالي نصف ساعه، سا ديبون اذا كاين سخانه ولا كاين برد في المطبخ. كي تقوم في الدوبلي فولي نتاعها نجيو نخدموا هكذا. من بعد ما ضعفت العجينه تاعي ندير شويه فارينة نفدها. دونك نجي نقرصها بيدي ولا بالموس كيما حبيت. انا عاد راح نخدم بيدي حوالي كوريا تاع 90 غرام على 80 غرام. ندور هكذا نديرها لهنا هكذا. من بعد ما ربوزات العجينه تاعي نجي نفتحها بقى قد ما نقدر بلا ما نقطعها. بسم الله، الطاجين تاعي راه سخون درجه متوسطه، نقولوا بسم الله. نديروا خبزه طيب، نقلبو هكذا كي تبدل شويه فوق على الصغار. نزيدو نقلبوها بسم الله، إذن هكذا راكم تشوفو راه يتنفخ. هكذا نزيدو نقلبوها نخليها تكمل، نحبو نعاونها شويه نضغطو عليها تروح تنفخ من جهه من هيه. اذا دوكا نجيو نحو الخبزه تاعنا عاديه، نديرها داخل كاس بلاستيكي ولا داخل كاس تاع الخبز، نخلوها زيت تشمخ تندها شويه باش تولي طريه بزاف. وحده اخرى طيب بسم الله، هذا كده الدفوقات نقلبها بلا ما نقطعها بيدي شي نحافظ عليها. اذا هكذا راكو تشوفوها نفخ داك الشكل تاعو بعد ما تنفخ. بصح الا ما تنفخ لكم مش ماشي مشكل، ماشي لازم يتنفخ. انا سويت شنو قلبو ماشي لازم بس يتنفخ. هذاك يكمل يبدا يمشي بالعقل الغاز كامل يمشي، الهواء الساخن هذاك يبدا ينفخ في الخبزه. قلت لكم الا ما تنفخش الخبز تاعكم ماشي مشكل، ما تقعدوش تسيي وحده زوج ثلاثة أربعة وتحرقوه قاعدتك، خلوه يطيب منا قلبوه كي يطيب نحو. لو كان جينا نخدموا الدجاج تاعنا، اذا اول حاجه باش تخرج لنا الشاورما تاعنا كيما تاع المحلات راح نقطعها بواحد الطريقه كيما صدر الدجاج. عندي صدر الدجاج لهنا نقطعو على زوج برك هكذا في الوسط. بسم الله، من هكذا علاش قطعنا هكذايا؟ باسكو في الحانوت كي نجيو نطلعو الشاورما
اي واحد يجي يطلع الشاورما راح يقطعها هكذا بهذه الطريقه، يخليها خشينه، من بعد يطلع وحده فوق وحده هكذا يدخلها في السيخ تاع الشاورما، كي طيب كل شيء يجي يقطعها يقطعها بهذا الشكل هكذا، طرف طرف هكذا يجي رقيقه شكلنا الشاورما. اذا احنا باش نحصلوا على الشكل هذاك راح نخدموا بنفس الطريقه، نقطعوا الشاورما، نقطعوا الدجاج تاعنا هكذا برك عليه زوج ونمارينيوه، وما داك نطيبوه نوريكم كيفاش نطيبوه. اذا هاوليك شحال نستعمل في التتبيله تاعي، عندي التوابل، عندي ملعقه صغيره تاع قهوه سكنجبير وكيري وفلفل احمر والملح، عندي ملعقه صغيره ايضا لاموطارد مع طماطم وصبارة ونصف ملعقه هريسه، عندي نصف ملعقه تاع فلفل اسود، وعندي هذوما التوابل هذوما الزوج يستعملوهم في الشاورما السوريه. ندير نبشه بك خفيفه، قرصه خفيفه تاع هذا القرنفل وهذا الهيل، قرصة صغيرة تاع قرنفل وقرصة صغيرة تاع الهيل، هذا هما المكونات اللي جو شوية مخبيين في التتبيلة تاع الشاورما. عندي أيضا زوج سنينة تاع توم، قطعة صغيرة تاع طرشي، عندي عصير تاع نصف حبة برتقال وعصير تاع نصف حبة قارص، وعندي ملعقة كبار تاع زيت، وعندي ملعقة كبيرة تاع الخل. نبداو نطلعو لامارينا تاعنا. إذا نجيب روبوت تاعي ندير فيه التوم، طرشي، طماطم، هريسة، الموطاط، دير التوابل كامل، زيت الزيت، عصير ليمون، الخل وعصير برتقال. نغلق عليها ونرحل. دينا غادي نحبس دوكا، نجي نفرغ لامارينات هادي تاعي فوق الدجاج ديريكت. اذا هكذا نجي نفرغ عليه لامارينات تاعي، التتبيلة تاع الدجاج، ندخلها هكذا فيه. دوكا هكذا نغلق عليه، قد ما نخليه قد ما يجي مليح، ساعة زوج ثلاث سوايع ربع سوايع، قد ما نخليه مليح يطول يجينا الشاورما تاعنا بنينه، باسكو يدخل فيها التوابل يدخل مليح في الدجاج. هذاك نخلوه على الاقل على الاقل ساعه ونص، نعاود نولي ليكم. اذا هاك على نار متوسطه ندير شويه زيت في الطاجين اللي فوق المقله، هاكدا نجي ندير الشاورما تاعي طيب. اذا هاكدا نجي نقلبها ايضا، نحن نطيب على مرتين، طيب دوكا نص طياب من بعد نعاود نرجع حطه. هذه نحيها، هذه ايضا نحيها، دوكا نخليهم يبردوا حوالي 5 دقائق، كي نقدر نقطعهم نبدا نقطع فيهم. انا هكذا الشاورما تاعي من بعد ما بردت دوكا نقدر نقطعها، نجي نقطعها كما قلت لكم المره الاولى بنفس الطريقه تاع المحلات، قد ما نرققها قد ما تجيني مليحه. نبدا هاي لك كيفاش خرجت بنفس الشكل تاع المحلات، هاي لك جيم قطعها في نفس الشكل. دوكا كي راح نعاود نرجعها في الطاجين شويه زيت حاجه خفيفه، ضربها زيت ضربها النار تاع تدخل سوا سوا كيما تاع المحل. اذا هذا نجي للمرحله الثانيه، لازم نطيبوا الشاورما تاعنا حاجه خفيفه، ديروا الزيت طيب. اذا ما بيت الشاورما تاعي راه طيب، انا نجي ندريسي هكذا دي زاسيات، بريسي زوج صحن، زوج صحن تاع الشاورما وزوج شاورما نديرهم ساندويتش.
واحد راح نديرو شاورما عادي، والاخر راح نمضي فيها الشاورما. نديرو شوية فريد، عندنا هادو نجبدهم من هنا هكدا، نجيو ندريسيو لي ساندويتش تاع الشاورما أو الشاورما، نديرهم أيضا صوص طاطار. شوية فريت نعدنوا للشاورما تاعنا، ما نغفلوش عليها. دابا عاد بدات الدوري، بدات تنشف. نجي ندريسي دوكا تاع الشاورما العاديين، ساندويتش و فا. عندنا هكذا ساندويتش، هاوليك صحن الشاورما تاعي راه واجد عادي، الوقت هاوليك ساندويتش شاورما، نغرقو هكذا، حاب نفريسيه ولا نخليه؟ دوك غادي نخليه في مكان، نجبدو، ونروحو نخدمو الشاورما تاعنا راه موندي فيه، نجبدو الشاورما تاعنا بعد راهي طايبة، نجبدو هذا وين ما كان سخانة، نديرو البصل، طرشي، نجبد الشاورما تاعي من الأحسن، ندير اللي تاع روحي. هاي طيبة، هكذا بعد ما طابو لي دقيق نتاعي نجي نعاود نزيدلهم الشاورما، إذا هكذا دوكا نجي نجبد الخليط تاعي تاع الشاورما مع الخضر هكذا من جهة، ندير أنا شوية زيت، الطاجين تاعي يكون سخون مليح، باش البيض تاعنا نحطو يطيب. هذا نجو نديرو الشاورما تاعنا داخل البيض، ندير عليها الجبن، نقصو مليح دوكا الطابون تاعنا، بسم الله. من هنا راهو طاب، نجي نغرقو، نبدا نور الطاجين تاعي، هذا نجي ندريسي الصحن تاعي، شتو كيفاش لا كونتيتي زادت بزاف بارابور الاولى، نكملو هذا الساندويتش. هكذا نجيو نورقو الساندويتش تاعنا، هكذا وهاوليك الصحن تاعنا، دوكا نجيو نشوفوهم كامل في التقديم. عندنا هاوليك صحن الشاورما تاعنا العادية، هذا ساندويتش شاورما، وهذا ساندويتش شاورما لي زنارو بصلو خضر المكسيكية البيض، هاوليك الصحن أيضا. إذا نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم، نتمنى تجربوها وتنجح لكم بإذن الله، ونلتقي في